مشاهدينا أينما كنتم، تحية طيبة وإليكم عناوين الأخبار. وفاة عاملتين وإصابة 65 أخريات في انقلاب حافلة لنقل العاملات بعد اصطدامها بحافلة أخرى في سيدي بنور من ولاية المنستير. 5 شركات تعاضدية فلاحية بالقصرين تستفيد من معدات جديدة في إطار التعاون التونسي الألماني لتحسين جودة الإنتاج. ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في المسيرات الشعبية السلمية إلى 10، وواشنطن ترفض تبني مجلس الأمن بياناً يطالب المحتل الإسرائيلي باحترام القانون الدولي. مرحباً بكم. نستهل النشرة من ولاية المنستير، حيث جد في ساعة مبكرة من صباح اليوم على مستوى طريق الوسط في منطقة سيدي بنور حادث أليم أسفر عن وفاة عاملتين على عين المكان وإصابة 65 أخريات. ونتج الحادث عن تصادم بين حافلتين لنقل العاملات تابعتين لمعمل خياطة في منطقة طوزة، وتولت سيارات الإسعاف نقل المصابات إلى عدد من مستشفيات الجهة. المزيد من التفاصيل في النقل التالي. هذه الصور هي آخر ما تبقى من حادث مرور جد صباح اليوم بمنطقة سيدي بنور التابعة لولاية المنستير بعد اصطدام حافلتين لنقل العاملات. توفيت على إثره امرأتان ونقل البقية إلى بعض المستشفيات المجاورة. احنا ماشيين شاقين الكياس والكار جاي من الغالي، ضربتها احنا تقلبنا كلها تقلبوا، تحت على الشباك ويدي جات على حديدة. البنايات الكل مشات تخخص، ده ربي تخدم على رواح، يقطف في خبزة، لقطوا خبز الكل، بنياتنا الكل، بنياتنا الكل مرفوز. كلمونا في التليفونات، مشينا نتجارة وكل العباد وكل تجارة بنيات اللي ما ميت ميت ولا ملوح ملوح، وهم في حالة. حالة من التأهب والاستنفار عاشت على وقعها الإطارات الصحية بكل من مستشفيات فاطمة بريب المنستير والمكتين وسهلول بعد تقبل المصابين. بداوا يوصلونا بداية من الساعة 8:30 9 إلى ربع بداوا يوصلونا أولى الحالات. هما أكثرهم وقع نقلهم من مكان الحادث بطريقة التنسيق عن طريق قاعة العمليات بتاع غرفة الإسعاف والنجدة 03 في سهلول، وقع التنسيق في هذا، والحالات جاونا من المستشفى المحلي بمكنين. مبدئيا احنا وصلونا الكل في كل 9 حالات إصابة، كانت درجة الخطورة نحب نقول متوسطة، ما كانتش حالات حرجة قصوى بالتنفس الاصطناعي. أسباب هذا الحادث لازالت قيد التحقيق، علما وأن الحافلتان كانت تقل أكثر من 100 عاملة تقريبا. حسب الأبحاث الأولية أنه ثم حالة ضباب كثيف، وثم حافلة من الحافلتين المتصادمتين قامت بربما عدم احترام إشارة مرور. الأبحاث ما زالت متواصلة، الوحدات الأمنية متعهدة بالأبحاث، لكن المهم أن وحداتنا الصحية قامت فريق الإسعاف الطبي الاستعجالي ومصالح الإدارة الجهوية للصحة بالمستشفى الجهوي بالمكنين والمستشفى الجهوي فاطمة بورقيبة بمنستير قاموا بإيواء المصابين. العدد الجملي اللي تم نقلهم إلى المستشفى هذا حتى بالحالات الطفيفة ولا حتى من حيث تثبت تقريبا 80 حالة، غادر منهم عدد أغلبهم غادروا. تجدد مثل هذه الحوادث يعيد إلى سطح مسألة الوقاية منها وحماية خاصة فئة النساء العاملات من أخطار الإصابة أو الموت. وطبعا نرجو السلامة للجميع. تحيي تونس اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي للصحة الذي يوافق 7 أفريل من كل عام تحت شعار التغطية الصحية للجميع وفي كل مكان. مناسبة تطرح خلالها تساؤلات عديدة حول التغطية الصحية في تونس في ظل وجود نحو 2 مليون تونسي لا يتمتعون بالتغطية الصحية والاجتماعية. حوالي 2 مليون تونسي لا يتمتعون بالتغطية الصحية والاجتماعية، رقم يؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يستفيد جميع المواطنين بالخدمات العلاجية والوقائية ذات الجودة العالية ودون المساس بمقدرتهم المالية. ذلك ما دعت إليه منظمة الصحة العالمية في احتفائها باليوم العالمي للصحة تحت شعار التغطية الصحية الشاملة، الصحة للجميع. قبل ما نقولوا فما زملين توانسة ما يتمتعوش بالتغطية الاجتماعية، يلزم نعرف اللي فما 3,500,000 مضمون اجتماعي نضيفوا لهم أولي الحق اللي هما يرجعوا لهم بالنظر بمعدل 2 في كل مع كل مضمون اجتماعي تقريبا
في الصندوق نغطيه في خدمات بين 7 ملايين و 8 ملايين مضمون اجتماعي. يبقى العدد الآخر فيه عدد اللي هو مازال ماهوش في التغطية الاجتماعية، فما البعض اللي فيه تغطية متاع صنف واحد وصنف اثنين واللي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، ولكن المرجو واللي نحبه نوصلوا له هو أنه الشعب التونسي والمواطن التونسي يكون يتمتع بتغطية اجتماعية. هذايا اليوم موضوع نقاش. يذكر أن الدستور نص في فصله 38 على أن الصحة حق لكل إنسان، وعليه وجب على الجهات المعنية أن تضمن الوقاية والرعاية الصحية للجميع. والآن في تونس رؤيتنا أنه القطاع الصحي ولا المنظومة الصحية فما صعوبات مادية هيكلية مرتبطة بالصعوبات اللي تمر بها معناها المالية العمومية، ولكن أمام الحق في الصحة، أمام الحق في صحة ما يلزمش التكلفة نتاعها تتجاوز 20% بحسب ما هو مضبوط في الأهداف الألفية. اليوم في تونس احنا نفقات الصحة عند المواطنين توصل إلى 38%، وهذا يجعل أنه من الواجب على الدولة أنه يقع التخفيض في التكلفة هذه. وبالتوازي مع إحياء هذا اليوم تحتفل منظمة الصحة العالمية بالذكرى 70 لتأسيسها. في المجال الفلاحي زودت وكالة التعاون الدولية الألمانية عددا من الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بمنطقة الصخيرات بمعتمدية فريانة، زودتها بمجموعة من المعدات الفلاحية المختلفة بهدف مساعدة فلاحي الجهة على تجاوز الصعوبات التي يواجهونها والنهوض بالقطاع الفلاحي في ولاية القصرين. معدات عصرية لجني الزيتون، معدات للحراثة وتقليم الأشجار، وأخرى لتحويل الفضلات إلى أسمدة، معدات زودت بها 5 شركات تعاونية بمنطقة الصخيرات من معتمدية فريانة قصد تقريب الخدمات من الفلاحة ودعم إنتاجه بمنطقة الصخيرات الحدودية التي يعاني فلاحوها إشكالات عدة حالت دون تمكنهم من خدمة أراضيهم وتطوير إنتاجهم. مدري انت جني زيتون زبيره مثلا جرار كذا، تخزر تشوف الزجر معناها شيء كبير شيء مهول، فستق لوز زيتون اشجار مثمره بكل انواعها، لكن مشكلتنا ما. وتلقى فلاحو الجهة دورة تكوينية لتدريبهم على استعمال هذه الآلات وإطلاعهم على آخر المستجدات في مجال الميكنة الفلاحية. يوم جاوا لي فورنيسور اللي باعونا الماتريال هذا باش نشوفوا معناها كيفية الاستعمال، كيفية الصيانة. من أهداف المشروع هذايا اللي هو بالتنسيق معنا في مندوبية الفلاحة النهوض بقطاع الأشجار المثمرة في جنوب ولاية القصرين. الهدف نتاعهم أنهم ندخلوا شوية الماكنة العصرية ونقربوها شوية للفلاح. في دعم التعاون الفني الألماني يتمثل في حاجتين اللي هما التكوين، وفما يقع اقتناء مقتنيات كما اللي ريتوهم اليوم اللي عن طريقهم هما يتمكنوا شركات تعاونية من تقديم خدمات مختلفة للفلاحين المنخرطين اللي معاهم وإلا حتى فلاحين أخرين. اليوم فما ماتريال جاء معناتها فيما يخص المكننة أو زبيرة وجنيان الزيتون، تسلموا الماتريال جو اليوم الفنيين باش يشوفوا كيفية العمل متاع الماتريال الموجود. 35 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية تم أحداثها بمعتمدية المجبل عباس سبيتلا فريانة والقصرين المدينة بدعم من وكالة التعاون الدولي الألماني قصد تقريب الخدمات من الفلاحين والنهوض بالقطاع الفلاحي بولاية القصرين. كما انتظمت أمس الورشة الختامية لعرض نتائج مشروع الميناء الأزرق بجرجيس نموذج لتعزيز الصيد التقليدي المستدام، مشروع يهدف إلى التكوين في كل متطلبات الصيد البحري المرتبطة بالتأهيل والجودة. صيد الإسفنج ورتق الشباك ورقمنة ميناء جرجيس هي مشاريع من جملة 10 مشاريع مكونة لمشروع متكامل وهو الميناء الأزرق بميناء صيد البحري بجرجيس.
نتائج هذا المشروع تم عرضها في ورشة ختامية بالميناء تحت إشراف وزير الفلاحة. مشروعنا هو يهدف إلى خلق ميناء نموذجي يكون خالي من الأوساخ، يكون مؤهل لتصدير معداته، ومؤهل خاصة في الجانب الفكري اللي هو يتعلق بالبحار واللي يتعلق معنا بالإدارة متاعنا. مختلف هذه المشاريع تكون فيها عدد من أهالي المنطقة ممن استفادوا من التكوين، وكل هذه التجهيزات ستمكنهم من العمل في كل الاختصاصات التي يحتاجها قطاع الصيد البحري بالجهة. التكوين يشمل تقريبا 118 متكون، هذا المنتفعين المباشرين. بالنسبة للمشاريع معناها اللي هي على الأرضية، المشاريع اللي هي تتعلق وجودها معناها بالبحر، كونا زادة كيف كيف 185 واحد ما فيهم قطاع صيد الإسفنج. استدعتنا الجمعية على خطر باش عملت لنا حق مشروع صغير، باش إن معناها هي والجمعية هي والأفاو باش يعكونونا ويعطونا الغزل، وحنا اللي نخدمه معناها حنا نربطوه ونبيعوه. يتمثل في تكوين الغواصين مثلا، هما كانوا يخدموا قبل، زادوا عودنا كوناهم وجبنا لهم طبيب خاطر ولينا نخدموا بالكيسون، عملنا لهم فورماسيون على الكيسون كيفاش نحمي روحنا من حوادث الغوص، معناتها تنجم تعالج روحك على متن المركب. مشروع الميناء الازرق عملت عليه جمعيه البحار التنمويه بجرجيس بتمويل من منظمه الاغذيه والزراعه للامم المتحده وبالتعاون مع وزارة الفلاحة، وبكل هذه المكونات التي تضمنها المشروع فهو سيعمل على توفير كل متطلبات قطاع الصيد البحري من تأهيل وجودة. في شأن آخر، بدأ العد التنازلي لخوض استحقاق الانتخابات البلدية. كاميرا الأخبار خرجت إلى الشارع التونسي لرصد آراء المواطنين وانتظاراتهم من هذه الانتخابات. تسهيل الإجراءات البلدية وتحسين البنى التحتية والتمتع ببيئة سليمة هي بعض من انتظارات التونسيين من الانتخابات البلدية المقبلة، انتظارات لم تخلو من تخوفات البعض من التجاذبات السياسية والخشية من عدم نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. ويزون من التجاذبات السياسية ماذا بينا نوصل الحل على الأقل يا رسول الله فيما يخص معناها الأعمال البلدية، لأن البلدية هي معناها النقطة الأولى لاتصال المواطن معناها بالهياكل المسؤولة في البلاد. في الخدمات، التطوير الآليات الموجودة في البلديات وكلها باش تتطور أحسن ما أحسن. إن شاء الله نلقاو حاجات معناها اللي تفرحنا وتطمن عليها وليداتنا، وخايفين برشا بلاتوات ولات ياسر تخوف فينا وحيرين ولينا. حبوا يجينا رئيس بلدية باهي جديد ينظف البلاد. إدارتنا في الانتخابات البلدية إن شاء الله تبدأ انتخابات شفافة، فهمتني، وصادقة. انتظاراتي الحقيقة ما هيش كبيرة برشا، على خطرشتها وإحنا عدينا عديد المرات مرات يسوفونا مسرحية الانتخابات والديمقراطية ويعطونا معناتها وعود زائفة. في السنة الانتخابات البلدية ماذا بينا ساعة بريمو الناس كل تشارك، خاطر هذه انتخابات مهمة ياسر للتوانسة وحياتهم الخاصة، خاطر مرتبطة بالحوم ومرتبطة بالنهجة. عدد من الشباب أكد مقاطعته وعدم اهتمامه بالانتخابات البلدية نتيجة انعدام الثقة في الطبقة السياسية. شيش ما عنديش حتى فكرة معني شنو انتخابات البلدية. علاش؟ هكيك ما علاش ما عادش في أحد عنده ثقة ما في الانتخابات بصفة عامة مش كان بلدية. تعليليش برشا الحقيقة. ما نهتمش، ماهوش يفيدوني في حد شيء خاطر. تحقيق ديمقراطية محلية بطريقة شفافة قد يرتكز أساسا على إقبال مكثف للتونسيين للمشاركة في الانتخابات البلدية المنتظرة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص المحتل الإسرائيلي خلال المسيرات الشعبية السلمية إلى عشرة شهداء في الأثناء حالت الولايات المتحدة الأمريكية دون تبني مجلس الأمن بيانا يطالب المحتل الإسرائيلي باحترام القانون الدولي واحترام حق المدنيين الفلسطينيين في التظاهر السلمي. باستشهاد فلسطينيين آخرين أحدهما صحفي، تكون حصيلة شهداء الجمعة الثانية لمسيرة العودة على حدود قطاع غزة قد ارتفعت إلى 10 شهداء وأكثر من 1300 مصاب. مسيرة العودة الكبرى والتي يواجهها الفلسطينيون عزلاء يواصل فيها المحتل الإسرائيلي استعمال جميع أدوات القتل من رصاص حي ومتفجر، وذلك رغم الانتقادات الدولية الشديدة.
وإزاء عمليات القتل والقمع التي تقوم بها قوات المحتل الإسرائيلي في مواجهة الهبة الشعبية السلمية، طلبت الحكومة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، حماية عرقلتها الولايات المتحدة التي عارضت طلب الكويت من مجلس الأمن تبني بيانا يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل حول المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القطاع. وقال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه للمرة الثانية خلال أسبوع واحد حالت الولايات المتحدة الأمريكية دون تبني مجلس الأمن بيانا يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي واحترام حق المدنيين الفلسطينيين في التظاهر السلمي، وذلك رغم دعم باقي أعضاء مجلس الأمن لهذه الخطوة. إلى مدينة دوما السورية اتجهت الأنظار خلال الساعات الأخيرة مع انطلاق عملية عسكرية للجيش السوري بها، ودخول روسيا في مفاوضات جديدة مع ما يعرف بجيش الإسلام المتحصن بها بهدف تسليم أسلحته. من عمق مدينة دوما بالغوطة الشرقية انطلقت صبيحة هذا اليوم القذائف الصاروخية التي أطلقها فصيل من المعارضة المسلحة متحصن بهذه المدينة في اتجاه العاصمة دمشق، ما أسفر عن سقوط 5 مدنيين قتلى وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح. وتزامنا مع هذا التصعيد الميداني، أكدت مصادر رسمية أن الجانب الروسي المكلف بالتفاوض مع ما يعرف بجيش الإسلام بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع في مدينة دوما تمسك بتسليم هذا الفصيل المسلح أسلحته الثقيلة خلال 3 أيام، مع ضمانة روسية بعدم استخدام الطيران الحربي وعودة الجيش السوري إلى مواقعه قبل عملية دوما. كما يتضمن المقترح الروسي إمكانية تطوع من يقدم سلاحه في كتيبة أمنية سيتم تشكيلها وتسليحها بأسلحة روسية لقتال تنظيم داعش الإرهابي. في الأثناء نقل التلفزيون الرسمي السوري صورا لدخول الحرس الجمهوري منطقة مزارع دوما أمس، ومضي الجيش السوري قدما في هجوم على آخر جيب خاضع للمعارضة المسلحة في منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق. وفي هذا السياق أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري شن هجمات جوية وبرية وصفها بالعنيفة على آخر مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا في محاولة لإكمال أكبر نصر عسكري للرئيس بشار الأسد منذ 2016 وفق بعض المراقبين. في اختتام مؤتمر السادر لدعم الاقتصاد اللبناني الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس أمس، تم جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض وفق ما أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي شدد خلال مؤتمر صحفي على ضرورة المتابعة الدقيقة لنتائج المؤتمر، وذلك في إشارة إلى الإصلاحات التي تم التركيز عليها أمس ومن كل الأطراف المشاركة. ومن المنتظر أن يعقد مؤتمر آخر في العاصمة البلجيكية بروكسل في 25 من هذا الشهر لمساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين. هددت روسيا بالرد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على رجال أعمال وشركات ومسؤولين حكوميين من روسيا، ومن بينهم شخصيات مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. وبيّنت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يمكن لأي ضغوط أن تدفع موسكو لتغيير نهجها، وأن العقوبات ليست من شأنها سوى توحيد المجتمع الروسي. وتعد العقوبات الأمريكية الأشد من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد روسيا، وقد بررتها واشنطن بأنها تستهدف من يحققون أرباحا من النظام الفاسد في روسيا، على حد قول وزير الخزانة الأمريكي. في صفحة أخبار الرياضة، تدور غدا مباريات الجولة 23 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ينزل خلالها النادي الإفريقي ضيفا على اتحاد بنجردان، ويلاقي أولمبيك مدنين النادي الصفاقسي، ويواجه النادي البنزرتي الاتحاد المنستيري، ويباري ترجي جرجيس الملعب الجابسي، ويستضيف مستقبل جابس الملعب التونسي. وبأولمبي سوسة ودون حضور الجمهور يستقبل النجم الساحلي شبيبة القيروان في لقاء تم تقديمه للساعة 3 ظهرا، لتدور كل المباريات في التوقيت نفسه ما عدا مباراة الترجي الرياضي والنجم المتلوي التي ستنطلق على الساعة 7:10.
رياضيا دائما، قررت لجنة الانضباط والروح الرياضية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم معاقبة اتحاد تطاوين بحرمانه من جماهيره لاثني عشر شهرا مع خطية مالية قدرها 3000 دينار على خلفية اللافتة المرفوعة خلال لقاء ربع نهائي الكأس بين اتحاد تطاوين والنادي البنزرتي والتي تضمنت عبارات جهوية. في أخبار الثقافة، تحتضن مدينة عقارب حتى 9 أفريل الجاري الملتقى الوطني العلمي والأدبي في دورته 4 تحت عنوان التظاهرات الثقافية عوائق التنظيم ورهانات الالتزام. التظاهرات الثقافية عوائق التنظيم ورهانات الالتزام هو المبحث الرئيس في هذا الملتقى، بتفرعات تخص الفعل الثقافي تلتقي مع التفكير في سياسات ثقافية مختلفة. بعد الثورة كان لابد أن نتحدث على سياسات ثقافية تساهم في بناء هذا الإنسان الجديد على أساس تحصينه من مختلف المخاطر التي تهدد مجتمعنا. عوائق جمة لوجستية أو مادية، بالطبع تجاوزها لا يكون إلا عبر الإيمان بأن الثقافة هي الحل وأن الثقافة هي القاطرة. الدورة 4 للملتقى الوطني العلمي والأدبي بمدينة عقارب أسست لطرح جديد يشمل البعد الثقافي ورهاناته في ظل واقع متغير. هذا محور كبير، محور مطروح في مرحلة اللي فيها معناها الثقافي رئيسي هو اللي المحول معناها اللي واقع المجتمع متاعنا، خاصة في ظل معناها منظومة تربوية اللي يلزمها يساندها الثقافي، في ظل معناها هروب شبابنا إلى معناها فضاءات أخرى بعيد على الكتاب، بعيد على المحتويات الثقافية، بعيد على يعني والإغراق يعني ممكن فكر شبابنا في كل ما هو رقمي، مع انه احنا ما احناش ضد الرقمي، لكن يكون عنده توجهات وما يلغيش زاد المحامل الاخرى الورقيه وما يلغيش معناها البعد الثقافي والفني والابداعي. الملتقى الوطني العلمي والادبي بمدينه عقارب يتواصل الى غايه 9 أفريل الجاري بمجموعه من الندوات الفكريه التي تطرح واقع الثقافه وتطلعات المبدعين في مختلف الفنون. العودة إلى الجذور، تحت هذا العنوان انطلقت ليلة أمس بتونس العاصمة فعاليات الدورة 13 لمهرجان جاز قرطاج، افتتاح سافر بالجمهور الذي واكبه إلى إفريقيا جنوب الصحراء والولايات المتحدة الأمريكية. لنتابع. هنا أو عندما تصرخ باسمي وستغادر غدا والطفلة الوحيدة، هي بعض ما أطرب به مغني السول الأمريكي جايلن جوندا جمهوره في افتتاح النسخة 13 من مهرجان جاز قرطاج. مهرجان يحمل عنوان العودة إلى الأصل، فعاد بموجب ذلك جوندا الذي يشارك لأول مرة في هذا المهرجان إلى موسيقى الجاز والهيب هوب والسول لأجيال سبقتها. أنا متأثر بموسيقى الجاز خلال سبعينات القرن الماضي، وقدمت خلال السهرة أغاني راوحت بين هذا القديم والحديث في عالم الجاز. أماد ومريم، هذا الثنائي الذي جاء من مالي لم يترك أي فرصة للجمهور حتى يغادر عالمه الموسيقي بكل تفاصيله المشهدية من لباس تقليدي ورقص وغناء. أماد ومريم، ولئن لم يشاهد الجمهور لإعاقتهما البصرية، فقد تفاعل معه روحا وجسدا. محليهم على الاخر، عندهم ستيلهم الخاص، مدخلين مش حتى الغناء الافريكان بركة، جاز برشا حاجة مدخلين ببعضهم، ياسر محليهم. كيف يتحركوا افيك تيلمون دو كونفيونس، والجمهور الكل كيفاش يشطح معاهم، سي بلوتو اون امبيونس جديدة. اللقاء بين تجارب متنوعة وانماط موسيقية متعددة يحسبه جمهور ثراء، ومشاركة وجوه معروفة في عالم الجاز في هذه الدورة من جاز قرطاج يعتبر هذا الجمهور مهما. دورة يحتضن سهراتها أحد النزل بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة إلى غاية 15 من هذا الشهر. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
وفاة عاملتين وإصابة 65 أخريات في انقلاب حافلة لنقل العاملات بعد اصطدامها بحافلة أخرى في سيدي بنور من ولاية المنستير. 5 شركات تعاضدية فلاحية بالقصرين تستفيد من معدات جديدة في إطار التعاون التونسي الألماني لتحسين جودة الإنتاج. ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في المسيرات الشعبية السلمية إلى 10، وواشنطن ترفض تبني مجلس الأمن بيانا يطالب المحتل الإسرائيلي باحترام القانون الدولي. وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.